بنيجي انا بنرمي حالنا على الموت عشان نجيب لنا 2 كيلو طحين و3 كيلو طحين مش ملاقيين حاجة يا عمي، ارحمونا يا عرب. امبارح جيت دعسوا علي الناس، ها من وين من ايش اندعست؟ دعسوا علي الناس. اليوم جيت لو بدي اموت بدي اخذ كيس طحين لانه فيش اطعم اولادي، فيش اروح اطعم اولادي، لو بدي اموت بدي اضلني قاعد. الشمال كله مجاعة، فيش لا مأوى لا أكل لا شرب لا طعام، فيش شيء. بنقعد من الصبح لآخر النهار ولا في أكل ولا في شرب، بنضيع وقتنا وحياتنا، صارت حياتنا جحيم، متمنيين من الدول العربية تطلع لنا لو برمشة عين.